تمام، فهمت عليك. شكراً لك، شكراً كتير. بعد شوي بيستلموها الشباب. تمام، تسلم تسلم. المصاري جاهزين، يلا لازم تروح هلأ فوراً تسحب المصاري من البنك وبتسلمون. مصاري شو خال؟ مشان شكره أبو شوارب يا ابني، هاي المصاري اللي رح تفتح لنا منجم الذهب، خلينا نسلمها بالوقت المناسب لحتى يقدر الزلمة يوقع. فهمت عليك. وانت أساساً بتعرف وين رح يكون التسليم. يلا رح روح لحالي يا خال. رح روح لحالي يا خال، أستغفر الله. كان ممكن يصير هالشي قبل 10 سنين، ما فيك تعمل شي بدون علي حكمة يا ولد. زينب، ما رح يصير عليه شي، اليوم المساء بيرجع، خليكي استني بالاسطبل، خليكي. ما فيني استنى. يا بنت، انت جنيتي يعني؟ يا بنت انت عن جد جنيتي؟ رح لاقيه لأبي. حبيبي جوكان، ليك بانو جابت لي هذا الشال هدية، قال هذا تصميم خاص لي، كثير حبيته. شو رأيك؟ حلو ما هيك؟ الحلوة اللي لابسته يا أمي، بتهني فيه. حبيبي خجلتني. بانو، يلا قومي تعالي بدي فرجيكي شغلة. يا الله، راح الحصان. اسكت، والله بكسرك إذا حكيت، كسر أسنانك كمان. وين باقي العالم؟ راح تجننوني انتو، وين حصاني؟ اجت بنت واخدته. اي بنت؟ انا ما بعرفها ابدا. امتى هالحكي؟ والله ركبت عليها هلا وراحت. اجت بنت سرقت حصاني مو هيك؟ ركبت وراحت. انا بعرف كيف راح رجعه. حبيبي شو عم تعمل انت مجنون؟ معقول ترد على حكي ولد صغير؟ خلينا نسأل ونفهم بالأول. هذا ولد بيحكي اللي بيشوفه، ما عندي وقت لأستنى. إذا ما بيرجع هالحصان ما بيكون اسمي جوكان. يا ربي دخيلك، أنا عن جد عم أقول الحقيقة. اجت بنت وسرقت الحصان مو هيك؟ شوفي يا أختي لوين رايح مرة ثانية؟ لا تسألي، لا تسألي. ما